سجلت عائدة قطاع السياحة في تونس تراجع بنسبة 6.8% في الفصل الأول من سنة 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014. كما سجل البنك المركزي التونسي انخفاض الواردات من قطاع الخدمات وخاصة منها قطاع السياحة في تونس. ويشار إلى أن القطاع السياحي التونسي تأثر بشكل كبير بعد الهجوم المسلح اللي استهدف متحف باردو في مارس الماضي. هنا أحد النزول المطلة على شاطئ المهدية خلال الموسم السياحي الحالي، حيث جمعنا لقاء مع أحد المسؤولين بالنزول. كل على النزول كل من قبل الثورة من 2009 2010 حققنا نتائج خارقين للعادة. من دوزاني فار تاع السياحة التونسية في الدنيا دي سيني. من بعد الثورة سي نورمال معناها في ليستاسيون تاع البلاد وكل شيء. لاحظنا نقص كبير كما الناس كل تعرفوه في عدد دول السياح للجانب. وبعد بارتي من 2012 بدينا نعاودو نغو ستركتور معناها نطخ قطاعنا الكل سي اونفوتيغ وبدينا نخدمو بدات تتحسن المعطيات من عام الفور اي جوسكا 18 مارس العملية الإرهابية اللي في باردو اللي بالنسبة لنا احنا كانت لنا الضربة القاضية حتى الآن. بعد عملية باردو الإرهابية تناقلت وسائل الإعلام حملة مساندة السياح لتونس، بعد العملية هذه سجلت ارتفاع في عدد الحجوزات؟ والله صحيح هو احنا وزارة السياحة والناس الكل معناها مش حتى وزارة السياحة الكل معناها كهو من الناس الكل ضمننا مع البلاد كل سواء في تونس ولا الإترانجي مي ريالمون ريالمون يا با يو دامباكت على الريزرفاسيون على خاطر احنا اون لو سون ديريكتومون معناها. و بون كيما قلت لك معناها سيغتانمون اللي لي تي اوروبيان معناها لي فابريكون دو فواياج سي اون بو لي ابلي كوم سا اي كومونس ا فوندر لا ديستيناسيون تونيزي في السيزون نحكي بور لا سيزون ا بارتير جوستومون من مواد مارس. من جهة أخرى اختار الحرفيين بالمدينة القديمة بالمهدية استقبل السياح بعين من التفاؤل وين كنا متواجدين معاهم. الخدمة نقصت شوية خاطر الكليونتال اللي ديفيرونت قلت لك ما عادش فما فرانسيس اونلاين انجليزي يجيو كان الروس والتشيك والبولون ما عادش ما عندهمش اقبال برشا. لكن هل الحرفيين في المدينة القديمة قاعدين يواجهوا في عديد الصعوبات؟ هو السائح راهو ديما يحب يطلع لحوايج مش يعني يحب يشوف شنو هي الارتيزانا شنو هي الصناعه التقليديه شنو هي كذا لكن راهو زيد اكثر ضربت الصناعه التقليديه وقت اللي ولت مادا تشينا معناها كل شيء صنع صيني فهمني. احنا قبل كان معناها فما نكهه في الصناعه التقليديه معناها الشاشي العربي الجمل اللي تصنع تو كل شيء معناها فما اشكاليه هي تو في القرن هذا فما اشكاليه كبيره هي كل شيء صنع صيني فهمني. كيما نحلو كيما نسكروا استفتاح لا بالجمعه وجمعتين ما نسكتوش بدينار لاحقين على كريل على ضول على ورغم قلتهم بالمقارنه بالسنوات اللي فاتت لكن عدد المسيح اختار تونس كوجهه لقضاء العطله من حتى تخوف. تحب تعكس تونس خاطئه انا اول مره جيت Beautiful, and the people are very kind people. They are helpful, and they do everything for you, and they are very kind people. And it's really great. I really love it. It's the third time I'm here in Tunisia, and I will come back every time. I really like it. السياح اللي زوروا تونس على خاطر تراثها المزيانة وقطاع الحرفيين اللي قاعد يحتضر، زعما توفق سلطات الإشراف بين تحسين قطاع الحرفيين والمحافظة على جمال طبيعة تونس؟